قالوا عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها 50 يوما ولم ينقطع عنها الدم، هل تصلي ام لا؟ اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة والصيام ايام النفاس، ايام الدم، يعني نفاس الدم الى 40، هذا هو المختار وهذا ارجح قول العلماء. فاذا طهرت قبل ذلك شهر او اقل او اكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولا يلزم ان تبقى للاربعين، بل متى رأت الطهارة وهي بنت 20 او 10 او 10 او 12 او شهر فانها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل 40. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره انه وقت للنفساء 40 يوما الا ان تنطها قبل ذلك، لكن في اسناده ضعف. فالحاصل ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد 40، فان رات الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقيه 40 وحلت لزوجها. فان عاد الدم عليها في 40 جلست ايضا وصلت ولم تصلي ولم تصوم الى 40، طهرت 20 ومضى عليها 10 أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم 31 تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لأن الدم عاد في وقت. فإذا طهرت منه 35 مثلا أو 36 اغتسلت وصلت وصامت في بقية 40 كالذي بعدها. فإن استمر معها الدم ولم ينقطع حتى بلغت 40 فإنها حينئذ تغتسل وتصلي وتصوم ولو بقي معها الدم، يعتبر دم فساد لا دم نفاس، وتغتسل وتصلي وتصوم وتتحفظ وتستثر بالقطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم، قد يعتبر دم فساد كذا المستحاضة. تصلي معه وتصوم معه، تحل زوجها معه، وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها وثيابها شر هذا الدم. هذا هو المختار. قال بعض اهل العلم انه يمتد الى 60 يوما، قال بعضهم يمتد في العربيات الى 60 وفي العجميات الى 40، كل هذا لا وجه له. والصواب ان نهايته 40. لحديث ام سلمة رضي الله عنها قال كانت النفس تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أخرجه أهل السنن. هذا فالمعنى في هذا أن هذا نهايتها، أن هذا القعود والنهاية، يعني أكثر ما تقع تجلس الناس المرأة 40 وقد تظهر قبل ذلك. نعم. إذا مضى لها 50 ولم تصلي تقضي الصلوات التي تركت، قد تغتسل أو أنها تركت الصلاة على 40 تظن أن هذا لازما لها، تغتسل وتقضي ما تركت.